وأين قلت وميت؟ أين الجثة؟ أعطونا ما يفيد. وإلا أنا كنقول ولدي، ولدي في الأوراق عيش. يا قالوا لنا باللي راه تهامي فلان، قال فلان راه تهامي مات، وما سمعناش ودنينا. فين هما حوايجو؟ نشوف انا التصاور ديال الحوايج ما عندها حتى شي معنى. وتقول لي شفتي الجثة؟ انا ما شفت لا جثة لا والو، انا ما تنساش راني ام. ودخلت يقولوا لي ولدك الله يرحمه راه بحال اللي كبيتي عليا خوتي عليا ما عرفت شنو. ابني اين هو ابني؟ الملف. السلام عليكم. الملف بدا كيشوف النور، بدا كيبان لي انا بدا واحد البصيص. الحمد لله ونشكره. والجلسه تقررت نهار 30/3 ان شاء الله في هذا الشهر، لا بالنسبه للقاصر ولا بالنسبه للرشداء. وكانت في واحد نوع المناقشه اللي هي اللي خدات البديره استاذه زينب الخيار. يعني انا ما غاديش نطول على هذا المجال. وكفى. استاذه بالنسبه للقضيه ديال الجثه اللي تم التشريح ديالها، شنو المصير ديالها وشنو كيبان لك انت؟ الجثه ولدي اللي كنا شفنا، اولا ما حضرليش تجاوب روحي، ثانيا ما كنتش مستدعيه باش نحضر، ثالثا كنقولها من هنا كانت ورقه اخيره كيلعبوا بها، كون حنا ما غنحضروش الخبره. ويقولوا لنا هو، ويقولوا لنا اوفر دوز، ومرضنا ما عنده باس. الله يعاوننا ويعاونكم. ساعه سيدي ربي الهمني ومشيت، لا انا ولا السيده الدفاع ديالي، ومشينا وعينا الاستخراج ديال الجثه، وعينا مشينا للطب مصلحه الطب الشرعي. وفقني الله انني حتى حليت الجثه وشفتها فيها الريحه ديال الريحه. والجثه مازال صامته، مازال فازقه ومرمده في التراب الحمري. يعني ديك الساعه خرجت تصريح، لو كانت تعطلت غير شويه غتمشي على عيني عجاجه. قلت لان داك الجثه اللي شميتها واللي قبضتها انها ماشي ديال ماشي دي ولدي، تكون ولد او بنت ذكر ولا انثى ماشي مشكل، المهم انا بعدا ماشي ولدي. انا غنتسالوا على الاتجاه اللي نقدروا نمشيو فيه او اللي تقدري تمشي فيه انت، اللي غادي يسولوا الناس بزاف، هو واش الحاجه غادي تمشي دابا في الاتجاه ديال الاختفاء ولا كتقلب على جثه؟ هذاك الجثه دابا حتى هاد اليوتيوبر اللي خارجين ميت الجثه، التحاليل التحليلات تخربيق. المهم التهامي ما كاينش. حنا من النهار الاول كيف ما باتش التهامي في الدار طلقت الاشاعات ديال المخدرات، يعني كان بفعل فاعل. وهذا اللي طلق هاد الاشاعه ديال المخدرات يعني صبعه تم، ما يمكنش يقولها لي من فراغ. يا اما هو امبليكي، يا اما قالوا له قول، حيت داك المخدرات كبرت مع التهامي، كبرت مع 15 عام، كبرت مع لافير. حتى بدينا كنهضروا هنا على المخدرات، بدينا نساو التهامي. واين قلتي وميت؟ اين الجثه؟ عطونا ما يفيد. والا انا كنقول ولدي، ولدي في الاوراق عايش. وفي الواقع ما كاينش. في الواقع وانتم دليوا لنا بالعكس. وبالدلائل انا اللي كنعرفوا ان ولدي حي يرزق، خرج من دارهم، شفتوا بعيني راكب في الطوموبيل ديال باين الصديق ديالو. صافي. اذا انا بالنسبه لي ولدي اللي حد لهنا راه عايش، وخا شافوا مع الخمسه وربع يكون اكسيتي ولا يكون طاير في السماء، المهم شافوا. اذا اشنو وقع ابخي خمسه وربع ولا خمسه ونص؟
فهمتيني؟ هذا علاش انا كنطلب الخبره ديال اشنو تقال، ومع من مع من البو مع من هضر، والابن مع من هضر، والخو مع من هضر، وحنا ماشيين وشنو الترتيبات وشنو وشنو، حيت ما يمكنش الولد تختفى هكذاك، لازم مشيت تفريشه تفرشت باش عاد الولد يتختفى، خليني ميت ولا عايش. التفريشه كانت هذوك التفريشه خصنا نسمعوها، خصنا نباشروها بالهواتف. يا قالوا لنا باللي راه تهامي فلان قال فلان راه تهامي مات، وما سمعناش بودنينا، شفنا غير مفرغه ما سمعناش بودنينا، ما شفناش خبره اللي غنديروا عليها استنتاجات ونجيبوا خبراء اللي غادي يشوفوا فيها خبره قضائيه. فهمتيني؟ حيت ماشي قلتي لنا راه فلان قال فلان و40 فنيده و30 فنيده، فين هو ذاك الفنيد؟ اش درتوا به؟ فين هما حوايجو؟ نشوف انا التصاور ديال الحوايج ما عندها حتى شي معنى، وتقولوا لي شفتي الجثه؟ انا ما شفت لا جثه لا والو، انا ما تنساش راني ام، ودخلت يقولوا لي ولدك الله يرحمه راه بحال اللي كبيتي عليا خوتي عليا ما عرفتش شنو، غادي يبانوا لي حوايجو، هذاك الحنين غنقول هذا ولدي. وصدقوا دوبل اكس ال، ومنين قراوا التقارير نصبوا دوبل اكس ال، لا خوه الكبير اللي غلط منه ما كانش يلبس داك الشيء، اذا شنو؟ اذا لازم غادي نشكوا في القضيه، لازم غادي نبحثوا، اذا هنا كنطالب الخبره على الهواتف. يعني باقي دابا النافذه اللي نقدروا نحلوها اللي تقدر تكون يعني فيها امل. النافذه هي الخبره، وما ادراك ما الخبره. الخبره ملي كنقول الخبره يعني نزيهه. الخبره قضائيه. حيت انا عندي شي حوايج خصني نقارنو مع داك الخبره اللي عندي اللي غتجي، واش كاين ولا ما كاينش. صافي. الحاجه. نعم. الكبده ديالك كتقول الولد باقي عايش. واقعيا عايش، في الوراق عايش. وميت يجيبوا لنا الدليل، يجيبوا لنا حويجاتو غير السوارت، يجيبوا لنا شي حاجه، يجيبوا لنا شي حاجه وحنا ندعو عليها التحليله. يا انتم القومه دازت على كل شيء، او بزاف بزاف. اذا ولدي عايش، اذا مختطف، اذا محتجز. تم اخفاء الادله الجنائيه. هذا هو عين العقل. نعم خير ان شاء الله. ندوزو عند الاستاذه. كاين يعني قلتي لنا باقي ما ضيقتي، وكاين ما يعني في هذا الملف ديالها تم اخفاء جميع المعالم وجميع الادله الجنائيه وجميع وسائل الاثبات. لا يعقل ان يتبخر شخص بجميع ما يمكن اثبات بوجوده. اذا هما ما تبوتوناش انه توفي وكيديروا الدفع بان تقتل ولا مات ليهم. حنايا ماشي هما ماشي اطباء اخصائيين ولا ميتاليجيست باش يمكن له يجزم لينا بانه يدير لنا التقرير بانه مات ولا التقرير بانه تقتل. يجيب لنا شي واحد غير تقرير بعدا، ما يمكنلوش يجيب لنا واحد شهاده الوفاه قالوا هو متوفي، جيبوا لنا اولا وما كينتظروا ان ذاك الحكم اللي غيصدر عندنا غيصدر مخفف عليهم وحنا فيه القتل، باش حنايا اللي يمكننا نسقطوا به الابن ديالها. حنا ما نديروش ما نمشيوش في هذا التوجه هذا. حنايا متشبتين بالاختفاء ديالو، اختطاف الاحتجاز، مساف سياره اللي ذات محرك الي اللي ممنوع في القانون ديال واحد من الاباء ديال المتهمين، خاصهم يرجعوه ويجيو جميع الاطراف. هو ذاك الشيء اللي طلبنا حنايا في الجلسه، اننا نستدعيو جميع الاطراف وقدمنا طلبات ديالنا للمحكمه على اساس اعاده تكييف القضيه. ابني اين هو ابني؟ اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.